كان يا اللي بالليل جاي تتعتس، تعال بالنار وشوف. بدنا نحكي عن موضوع النكد عند الستات، وهذا موضوع يطول شرحه صراحة وتزيد تفاصيله. خبط انزحل عني، روح خلي ابو بوز يفهمك. في نسوان على فكرة صار لهم زعلانين 4 سنين من شخص وما بعرف ليه. يوم ما فهميني ايش فيه، بس فهميني. ابوك ما حكاش معي ولا كلمه ولا حرف، اقول لك الله كرمه بلغه الاشاره ما حكاش معي، تكون طالعه مع كرميه شجره. في اكتشفت انه في زعل معين مصالحته تبوس على راسها، في زعل معين تجيب لها خاتم مثلا. احنا كبيرنا خلاص، معلش بنت انت عارفه. طب يوم ما بلكي حكى معاكي بالتخاطر انت ما سمعتي. ولا ليش احكي معي بالتخاطر؟ ليش شيلوا لسان يحكي فيه؟ ما هو طناره يبعبع لسانه بعشر شعاب. بعدين انا ابوك بفهمش عليه بالكلام العادي، بدي افهم عليه بالتخاطر. انك تصالح شاب بكل قصه فيها عيل وقتل وفيها اصابات يعني وفيها جهات وعطوات، بدك تقريبا ليرتين لانه قهوه على الرصيف وخلصت راحت. البنت انت اذا حكيت عن لون مناكيرها مش زي دايما بدك تصالحها، هون بده يكلفك الموضوع تقريبا 23,000. الله كرمني وكرم حظي، عزيان كرون حظي مزخم. يكشلك يا صفية، كشل إلو الطيف يا صفية. انبسطت انت وابوك؟